السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أكتر من فيديو اتكلمت إن أفضل أداة للبيم مانجر والبيم كوردينيتور وأي حد شغال في مجال الهندسة هو الإكسل، ده رقم واحد. الجميل بقى إن أصبح في أدنس بتسطب اسمها إكسل بيم، وتقدر تضيف الموديل بتاعك للإكسل وتقدر تعمل حصر وتقدر تعمل شغل كبير جدا زي ما نشوف مع بعض. دلوقتي أنا هختار ملف من الملفات، تعال نشوف هو بيبقى امتداد ايه. بيبقى الاي اف سي والاي اف سي اكس ام ال ودي دبليو جي ودي دبليو اف والدي جي ان بتاع المايكرو ستيشن او اي برانج بنتلي، البي دي اف والاوبجكت والصور وكله. طيب خلينا مثلا اقول له انا عايز الملف دوت واقول له اوبن، تمام. فبيقول لي الاوبشن اللي موجوده انت تشغل بالمتريك السكيل سايز بتاعك وال revision for 2D، لو في اي تعديلات عايز تعملها هقول له اوكي. فبيبدا يحسب الجيومتري الاشكال الموجوده، بيقدر يحمل الملفات بتاعتك. فتلاقي الموديل موجود بالشكل دوت. ده مشروع كده كنا عملناه زمان، تمام. ف حاجه جميله جدا ان بعد كده سهل ان انت تعمل الحصر لكل العناصر اللي انت عايز تشوفها على طول في الاكسل، تستفاد من مزايا الاكسل ومزايا البيم زي ما هنشوف ان شاء الله في الدروس القادمه. تقدر تشوف الليارات اللي موجوده، تخفي بعض الليارات. خلينا نظهرهم عشان ايه ديزاين تري. يبدأ بقى يجيب لك الوولز مثلا اهيت، بيعمل لك هايلايت على الحاجات اللي موجودة، يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها. اي حاجة تقدر تعملها دراج اند دروب وتسحبها بالشكل دوت. فيعني صراحة تسقيفة للناس اللي عملوا الجزء دوت، الشغل الجميل دوت. تقدر تطفي اي حاجة انت مش عايزها. البيم رندر تقدر تشوفه او كده وهكذا. يعني ده مجرد بس ايه تشويق للمزايا الجميلة جدا في الاكسل بيم.